الفطريات في كل مكان. قد ترى العفن على تمرة ليمونة قديمة في ثلاجتك، إنه فطر. قد تلاحظ وجود فطريات على مرتبة سريرك وبلاط حمامك. قد يكون هناك عدة ملايين من أنواع الفطريات في العالم، ومعظمها لم نستكشفه بعد. بعض الفطريات الموجودة بيننا غير ضارة، مثل تلك التي تظهر في الزاوية المظلمة من الثلاجة، ويمكن لفطريات أخرى تحويل كائن حي إلى ما يشبه الزومبي. وهذه ليست حبكة لأحد الأفلام، لكنها حقيقة. هيا نذهب إلى إحدى الغابات المطيرة لنرى كيف يحول فطر كورديسيبس حياة بعض الحشرات إلى كابوس حقيقي. يطير بوغ الفطريات الصغيرة غير المرئية في الهواء ويهبط على ظهر النملة. لا تلاحظ النملة أي شيء، وتعمل طوال اليوم لصالح المستعمرة. في هذه الأثناء تخترق الجراثيم جسدها. بعد يومين يصبح سلوك النملة غريبا. ترتجف الحشرة المسكينة ولا تحصل على القدر الكافي من النوم، ولا تأكل ما يكفي من الطعام. يرى بقية أفراد النمل في المستعمرة أن تلك النملة المصابة أصبحت تمثل تهديدا، لذا يطردونها من المستعمرة. لكن النملة المصابة لا تريد العودة، لأنها لم تعد تستطيع التحكم في حياتها من الأساس. تتكاثر الفطريات بداخلها، إذ تنتشر في كل مكان داخل جسم الحشرة عن طريق الدم. تستحوذ تلك الفطريات ببطء على الجهاز العصبي بأكمله، وتبدأ في التحكم في العضلات وتؤثر على الدماغ. يغير فطر كورديسيبس سلوك النملة ويجعلها تتحرك في الاتجاه الذي يريده رغما عن إرادتها. في هذه المرحلة تتحول الحشرة المسكينة إلى زومبي حقيقي. تتجول عبر الغابة بمفردها وتبحث عن مكان مرتفع، يمكن أن يكون ورقة عشب أو نبتة أو شجيرة. بعد ذلك تصعد النملة إلى ارتفاع 25 سنتيمترا وتطبق فكيها بإحكام على الجذع. لا شيء يستطيع إزالتها من هناك، لأن النملة لم تعد تستطيع إرخاء فكيها بعد الآن. تظل الحشرة هناك لعدة أيام. طوال هذا الوقت تتغذى الفطريات بشكل ما على النملة وتنمو ببطء، ثم تخرج من جسدها من جوانب مختلفة وتلتوي، ثم تتفرق في اتجاهات مختلفة. ثم ينمو الطفيل ويخرج ويطلق آلاف الأبواغ الصغيرة في الهواء. تطير تلك الأبواغ في جميع أنحاء الغابة، لتسقط بعد ذلك في الماء وعلى الأوراق وفراء الحيوانات أو في شعر الأشخاص الذين يسيرون في الغابة. إنها تنتشر في جميع هذه الأماكن تقريبا، لا تعيش الأبواغ طويلا، لكن سيجد بعضها مضيفا تتغذى عليه. يمكن لبعض الجراثيم الوصول إلى منطقة يعيش فيها النمل العامل، وعندما تهبط الفطريات على بعض أفراد المستعمرة سيبدأ كل شيء من جديد. تخيل الآن أن هذا الوحش الصغير يتطور بشكل ما ويبدأ في مهاجمة البشر. قال العلماء إن هذا مستحيل، لأن درجة حرارة جسم الإنسان مرتفعة للغاية بالنسبة للفطريات. لكن في النهاية نحن نعرف أن درجة حرارة الكوكب كله ترتفع تدريجيا، أليس كذلك؟ هذا يعني أن الفطر سوف يتكيف مع الاحترار، وعندما يحدث ذلك ربما تخترق الأبواغ الصغيرة جسم الإنسان من خلال الأذنين والأنف والفم وتدخل إلى الدم. هناك سيبدأ فطر كورديسيبس في التكاثر والسيطرة على الجهاز العصبي. حينها سيصاب الشخص بالحمى ثم يصاب بالهلوسة. سرعان ما سيفقد عقله، ولن يريد سوى شيء واحد فقط، نشر هذه الفطريات بين الآخرين. إذا تمكنت الفطريات من جعل النملة تتشبث بشدة بورقة الشجر بفكيها، فستكون قادرة على التحكم في عضلات البشر وحتى زيادة قوتهم. لكن المصابين لن يهاجموا الآخرين، سوف يتسلقون أسطح المباني أو الأشجار وينامون هناك إلى الأبد. في غضون ذلك الوقت ينبت الفطر ويطلق أبواغه في كل مكان، ثم تلتقطها الرياح وتنشرها في جميع أنحاء العالم. خلال الأسابيع الأولى من الإصابة، بينما لا يزال الناس غير مستعدين بشكل كاف، ستنتشر الفطريات بسرعة وتسيطر على الكوكب. الباقون من الناجين الذين تمكنوا من تجنب التواصل مع المصابين سوف يختبئون تحت الأرض ثم يبنون المخابئ. في البداية ستصبح الأقنعة الواقية من الغازات أكثر قيمة من الذهب، ومع ذلك عندما يدرك الناس أن بقاء الجنس البشري أكثر أهمية من جني المال، ستصبح الأقنعة الواقية من الغازات
متاحة للجميع بلا استثناء. بقدر ما قد يبدو الأمر فظيعا، فإن كل هذه أخبار جيدة، لأنك لست مضطرا للهروب من المصابين وقتالهم. ستقدم جميع المدن مناطق الحجر الصحي، سيعيش الناس داخل المباني ذات أنظمة التهوية القوية ويخرجون منها فقط وهم يرتدون أقنعة الغاز. إذا فهم الناس أنهم مصابون فسيقومون بإبلاغ الشرطة بهدوء ثم يغادرون المدينة. سيحصلون على إمدادات غذائية، وسيحصل أحباؤهم على إذن ليكونوا معهم وهم يرتدون أقنعة الغاز حتى ينامون. ستكون هناك فطريات في كل مكان في الشوارع، سترى كيف تنمو مزارع الفطر الضخمة على أسطح المباني وجدرانها. سوف يبدو الهواء أشبه بدخان ضبابي بسبب التركيز الشديد لأبواغ الفطريات، لكن لن يكون الأمر خطيرا إذا كان لديك قناع غاز. ستكون كارثة الزومبي تلك هادئة جدا وستحدث في صمت، لكن مع ذلك سيكون الأمر صعبا في أماكن أخرى من العالم، ليس بسبب الفطريات ولكن بسبب أشخاص آخرين. لن تحظى كل المدن بحالة من النظام، سوف تسود الفوضى في العالم. سوف يتجول المخربون واللصوص مرتدين أقنعة الغاز في الشوارع. سوف يتطلب الحصول على الطعام الكثير من العمل. لن تعمل الكهرباء في المدن على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بل ستعمل فقط بضع ساعات في اليوم. لكن طوال هذا الوقت سيكون هناك أمل في مستقبل مشرق في قلوب البشر. سيعمل العلماء بنشاط على إيجاد لقاح، وسوف يخترعونه إن آجلاً أو عاجلاً، لكن الفطر سيكون قد تطور أيضاً. ربما سينتصر على اللقاح، ومن ثم سيضطر البشر إلى ابتكار علاج جديد. أيضاً سيحاول الفطر التحول إلى حاملين آخرين، يمكن أن يكونوا طيوراً أو ماشية أو غيرها من الثدييات. تخيل غزالاً مصاباً بفطر كبير ينمو على قرنيه. ستحكم تلك الكائنات الدقيقة العالم، وسيقل عدد الكائنات الكبيرة. سوف تتكيف الفطريات مع الماء لآلاف السنوات وتبدأ في إصابة الأسماك، وقريباً سيتحول الكوكب كله إلى فطر عملاق واحد. حسناً، لا تقلق، لن يحدث هذا، وسأشرح لك سبب. أمضى فطر كورديسيبس ملايين السنوات للتكيف بدقة مع الجسم البارد للنمل، لا أكثر ولا أقل. تم تصميم القدرات الداخلية للفطر فقط لإصابة بعض الحشرات التي تعيش بجواره. على سبيل المثال، لا يمكن أن يصيب فطر كورديسيبس ينمو في تايلاند نملة في مكان ما في لوس أنجلوس، لذلك لا تقلق من احتمالية أن يصبح فجأة قادرا على مهاجمة البشر. لا تحدث الطفرات بشكل فجائي، إنها عملية طويلة وشديدة التعقيد. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد سبب يدفع الفطر للتحول إلى حاملين من ذوات الدم الحار. إنه يشعر بالراحة في بيئة النمل، ولا تواجهه مشكلات في التكاثر. إذا اختفى النمل كنوع وبدأ البشر في العيش بجانب هذا الفطر، حينها فقط سيبدأ في التطور، لكن قد يستغرق الأمر آلافاً أو حتى ملايينًا من السنوات من التغييرات الجينية. ومع ذلك لا يجب أن يكون هذا مطمئناً لنا. هناك نوع من الفطريات قد استوفى جميع شروط لاكتساب القدرة على إصابة البشر، يطلق عليه كانديدا أوريس. تم اكتشافه في اليابان في عام 2009، وشعر العلماء بالصدمة عندما وجدوه داخل البشر. قال علماء الأحياء إن الفطريات يمكن أن تتطور بسبب ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق. بعد بضع سنوات تم العثور على الفطر في العديد من البلدان حول العالم. لا تساعد الأدوية المضادة للفطريات كثيرا في منعه. من الصعب تحديد أعراضه في البداية، ويمكن أن تكون عواقب إصابته خطيرة، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من ضعف المناعة. يشعر العلماء بالقلق بشأن هذا الكائن الدقيق، لكنهم يعملون على صنع لقاح بالفعل. ساعد الدواء في مكافحة هذه الفطريات في فئران التجارب، ويأمل الأطباء قريبا في إطلاق لقاح للبشر. تحدث العدوى من خلال سوائل الإنسان، أي الدم واللعاب والبلغم. الفطريات مملكة منفصلة تعيش على كوكبنا، لكن ليست كلها ضارة وسيئة. إنها ضرورية لكوكب الأرض لدعم الحياة عليه. إنها تثري التربة بالمواد القيمة وتهضم المواد الضارة. ساعدت الفطريات النباتات على الخروج من الماء والتكيف مع الأرض منذ ملايين السنوات. لن تعيش 90% من النباتات اليوم بدون الفطريات. إنها كائنات حية تشبه الشباك الضخمة. تسمى هذه الشبكات المتداخلة الفريدة بالغزل الفطري. نحن نرى فقط نقطة في بحر تلك المملكة يطلق عليه فطر المشروم، وليس له شكل واحد، إذ يمكنه التحول والتحرك عبر متاهات تحت الأرض، ويغير المسارات التي يتحرك من خلالها.
هناك الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع، لكن سيكون هذا في مقطع منفصل. في هذه الأثناء يكون المشروم لذيذا عندما تقوم بطهيه على نار هادئة مع البصل والزبدة. جرب هذه الوصفة ولن تندم.